كشف البرلماني نادر قاضيبور عن اقتحام قوات الأمن الإيرانية منزل حميد بقائي الذي عمل نائبا للرئيس السابق أحمد نجاد والمتهم في عدة قضايا فساد، وأشار إلى أن قوات الأمن عثرت في منزله على أكثر من 2500 سبيكة من الذهب ومبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات. وأضاف أن بقائي اعترف بأن ملكية تلك المضبوطات تعود إلى الدولة وأنه كان سيعيد تلك السبائك والمبالغ المالية إلى خزينة الدولة في حال تحسن العلاقة بينهما.